تعرف عليك يا دكتور؟ دكتور عبد التواب خلف ناشط سياسي، كنت مترشح قدام الدكتورة أمال عثمان في دايرة الضوء والعجوزة في الانتخابات اللي فاتت 2010. والنوال ناوي تترشح قدام مين؟ شكلها مش فيش انتخابات، لان كل مره نلاقي لغم ينفجر والانتخابات تتعطل، ما نعرفش الامر ده عن قصد او عن جهل او عن ظروف خارج الاراده، الله اعلم. النهارده نازل الجمعه ليه النهارده؟ انا مش اول جمعه، ده انا كل جمعه ببقى لازم انزل واشجع الثوار على انهم يتواجدوا في هذا الامر، لان المجلس الاعلى للقوات المسلحه للاسف اعطى رساله او وصل للاذهان انه لا يتحرك الا بميلونيه. فلا بد في الحقيقه ان احنا في هذه المرحله نتكاتف جميعا عشان نحافظ على الثوره، خاصه بعدما طفى على السطح فلول الحزب الوطني وخرجوا من جحورهم واصبح صوتهم يشق عنان السماء، وهذا انذار بالخطر على مستقبل الوطن. شكرا دكتور عبد التواب خلف. شكرا حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا.